الوردة في قانون الغابات الجديد، حضرنا المواطنين باش بالضبط ينحجهم العملية، بالضبط اه بالضبط، ينحجهم العملية، هذه هي وعرف التجاوب ويسي حسين الجريح نسمعوا ان شاء الله ان شاء ووثقوا الله هذا الشيء، هذا المحاضرات احنا رانا بعد صح. كم تبعثوا لنا نستغلوها، نخرجوا التوصيات العامة ونبعثوها للناس تستفاد كلها. انا دوك شاني ندير بكري كان الناس دير ملتقيات محاضرات ويمن عاش ملي نوضوا احنا دوك ترسل للوزارة تستغل نهزوا وتعمم وتعمم على كافة التراب الوطني. خلقنا تقاليد عمل والحمد لله، خلقنا تقاليد عمل، يعني الشيء اللي يديروه هنا راهو يوصل للوزاره ومن بعد راهو يتعمم على كل الوطن. ما تقولش باللي انا الشيء اللي يديروه هنا راهو يمشي للوطن كامل. انا عياذ بالله والله مش يعني باش نقول لكم يعني باللي اهتمام كبير كل هذه الامور. اكتشفنا قاضي يعني ما شاء الله مستوى من خلال يوم ملتقى داروه في سطيف على الطب الشرعي، تبعت انا في الفيديو، بعثوا لي الفيديو تاع الملتقى، نشوف فيه السيد ما شاء الله وباللغتين العربية والفرنسية، عرضنا عليه لا يلتحق بنا في الوزارة. مبروك عليه مبروك عليه.